الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهم كجرني كتاب في صور من حياة الصحابة، درس العوضح كساب سي أبو در الغفاري صحابي قاس ومقعي سليلة جندب بن جنادة. ما أقلت الغبراء في بارك لهات مسدو قلك على الغوضة مدى بوريسا ما حنبارين، ولا أطلت الخضراء تي على أرنيدنا مهرين أو مهوسين إركا لغوضة من رجل أصدق كر شاقبضا من أبي در أبي در الغفاري. يعني ذلك مقعد أدون أدون ماذا إلهي كمضا إركنا موسى هرين أدون كر بضا أبو در. قال هو إركا وحير محمد رسول الله، رسول كينا محمد بايري في واد وادي قده او ودانا مقعيسي ودان ليلة الذي كاسو يصل حريريا مكة مقالة مكة بالعالم الخارجي مقالة انت ذاك علي خارجها حريريا كانت وحي هاتي تنزل تيدك توادقا قبيلة غفار قبيلة ذا يدر وفرنا شهر البني غفار وادي سيد دجانين ووادي جاي مران مكرن مركز لقى صوبه ماشاء الله صوب مراوة العالم كأنتي في كلا لوسو آد. وكانت وحيها في غفار قبيلة ذهير بني غفارنا تعيش تيك النال من ذلك النزر اليسير وحاير الذي وحى تبدله أي سيني سي لها قبيلة القوافل سفريدة أما سعطرة التي سفريدة تسعى أسعنيسة بتجارة قريش قريش جنعسي جيدة أسعنيس داهبة أيضا تجيس جنعسطرة إلى بلاد الشام ضلك الشام أما أو آئية إبة أيضا كسر نقنيسة منها بلاد الشام حق جيدة ما أشعر مركة تقاس وعلى صومرة وعلى الصيمرة قبيلة أنا أكون نولو الدكان نرشو دو مركة وحيه دو وحيه كاقاتان دادكا نحمر ياسي مرأي. وربما وحى دعي جرتين عاشت إني نولا ترهير بني غفار من قدع الطريق ودقوس نما إني كن نولا دان على هذه الغوافل دادكا سفريدة إني إصبارة ولكتان إذا قرت هي أيضا قبيلة لم تعطيها آن الله سينين ما يرضيها وحي سنخالي كن قنين قادع الدريق بيا هاين قبيلة جيت كاسي دقين داتك صومرا يسي مرايا بقالي فقادي جرين عمرك بديعي جرتيني قادع الدريق نمضى اي كو قادين جرين وحرالي يكوين هدي الله سيارة داتكو اي دريق مران هديك لنا اي عليتني يدقالوا بالله بجرين وويلش اسبارضا دكتوكا رسلي ودقما بقالا يسكقون دينيا انت اخذ بحينيسا هدي ان الله سينينا داتك يبابورتكو حابا دينيا. وكان وهو ها سحابي على قشة خينا ينا مجي عيسى جندب بن جنادة يا ليرة المكنى وحى لغنى نيسى بأبي در أبي دربا ليرة كويديس واحدا ننوي أما مدوي من أبناء هذه القبيلة كمذا قبيلة ذن يضع ويلشو دي كمذا لكنه هاي شاء أبو در كان وهو ها يمتاز مد كدوان منهم قبيلة حقيدة أو يو كدوانا قبيلة قاطع طريق نمي أسو جيستين بجرأة القلب قلبي جيسة ديرانان تأو ديرانا أي أقدوانا إيا ورجاحة العقل أغل جيسة أو بوحي وإيا وبعد النظر إيا أركتريسة أو فبيت وبأنه أسغى كان وحوها يضيق كي كحن أشد الضيق حماشة إذا أقدر إرير ماذا يكتهي بهذه الأوثان أثنام تنطنع التي أثنام تأي يعبدها عابدا قومه قبيلة سرير بني قفار من دون الله إله سكذي أثنام تأي عابدا ينأد بأغا حمايو وأدب سنعي ويستنكر كيدي ذبو أهاماوه وجد أوهلي عليه ما قدشي سأل عربا عرب أكهلوا من فساد الدين
dintoodi oo fasahaaday ah weeyaan, iyo watafaahati almuctaqadi, iyo waxa la aaminsan yahay qiimo la-aantiisa, dhagax wax caabudaya waxay ictiqaadsan yihiin qiimo la-aantiisa mid inkira buu ahaa. wayatadallacu wuxuu sugu jiray ilaa duhuuri, inuu soo baxo nebiyin jadiid, nebi cusub inuu soo baxana mid suga ayuu ahaa. nebigaasoo yamla-u buuxiya cala annaasi, dadka dushooda cuquulahum caqligooda buuxiya, wa af'idatahum laabtoodana buuxiya, wa yukhrijuhum ka saara dadka min adulumaati diin la-aan iyo mugdi ay ku sugan yihiin, ila nuuri xaqa iyo istiinkaran u saaro, ayuu koranaya uu sugi jiray oo eegi jiray. uma intaas ka gabaal tanaahad waxaa soo gaartay ilaa abidarrin, abidar saxaabiga layra waxaa soo gaartay, wahuwa isagoo fii baadiyatihi baadiyihiisii ku sugan oo togaa isaga dhex nool, akhbaaru nabiyi aljadiid, nebigii cusbaa wararkiisii baa soo gaaray, alladii nebiga dahara muuqday oo ka soo baxay, fii makkata maka gudaheeda, faqaala abidar wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiis aniis ahaa, indaliqtak laa aban laka, war aabaha waaye oradoo tag ilaa makkata maka aad, waqif baarbaaroo dul istaag calaa akhbaari haada arrajul, ninkan wararkiisana soo dul istaag, alladii ninka yazcumu sheeganaya, annahu asaga nabiyun nebi inuu yah, wa annahu asaga ya'tiihi inuu u yimaado, waxyun min assamaa xagga rabbi inuu waxyi uga yimaado sheeganaya, wasmac dhegayso, shay-an wax aw min qowlihi waxa uu sheegaya ka mida, waxmilhu soo qaad ilaya aniga ii soo qaad waxa maxamed sheegay, dahaba wuu tega aniisun abidar walaalkii aniis ahaa, ilaa makkata buu tegey, magaalada maka buu aaday, waltaqaa wuxuuna la kulmay birasuuli rasuulkii ilaahay soo diray salawaatu llaahi calayhi, naxariista eebba nebigayna dushiisa allaha yeelay, iyo wasalaamuhu eebba nabadgelyadiisa, wasamica wuxuu maqlay minhu nebiga xaggiisii wax ka soo dhegaystuu ka soo maqlay. uma intaas ka gadaal caada wuu laabtay aniiskii lasoo diray ila albaadiyati baadiyihii uu usoo laabtay, fatalaqaahu aniis waxaa la kulmay abuu darrin, abidar baa la kulmay, fii lahfatin si xiiso leh ayuu kula kulmay, wasa'alahu wuxuu weydiiyey can akhbaari nabiyi aljadiid, nebigii cusbaa wararkiisii buu weydiiyey, fii shaqafin hilow isaga uu ku jiro oo u hiloobaya nebiga wararkiisa ayuu kula kulmay, faqaala wuxuu yidhi aniis baa hadlaya, laqad ra'aytu waxaan arkay, wallaahi ilaah baan ku dhaartay, oo rajulan nin oo yadcuu dadka ugu yeeraya ilaa makaarimi alakhlaaqi akhlaaqteeda ugu wanaagsan, oo wayaquulu dhahaya kalaaman hadal maa huwa ma ahaanin rajulka ama hadalkaa uu leeyahay ma ahaanin bishicri gabay ma ahaanin. faqaala lahu wuxuu u yidhi abidar walaalkii aniis buu wuxuu u yidhi wamaadaa yaquulu annaasu dadku maxay lahaayeen fiihi fii sha'nihi ninka arrinkiisa dadku maxay ka sheegayeen. faqaala aniis wuxuu yidhi yaquuluuna waxay lahaayeen dadkii innahu saaxirun sixirol waaye wa kaahinun kitaab gaabloo waaye wa shaacirun gabayaawa. intana waa gaalada waatay ku sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam, maa min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun, labadaba waa loo yidhi. qur-aankuna uu anfiyay shicirka iyo kaahin kitaab gaabloonina, wamaa huwa biqowli kaahirin qaliila maa tu'minuun walaa biqowli kaahirin qaliila maa tadakaruun. marka kitaab gaabloo hadalkii inuusan qur-aanku ahayn, shaacir hadalkiisana uusan ahayn, oo hadalkii ilaahay uu yahay. faqaala abuu dar wuxuu yidhi marka wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, maa shafayta igama shaafinin li aniga haliilan oonkii ahayay baahidii oonkii iga haysana o maxamed maadan iga daaweynin, walaa qadayta lii ma aadan gudanin aniga xaggayga xaajatan dantii aan lahaana ma aadan soo gudin, ee fahal anta ma tahay aniisow kaafin mid ku filan oo kaafiya ciyaalii ilmahayga ma iga kaafin kartaa xataa intii andaliqa aan tago
أو فأنظر أن صافيري في أمره نبي أرنكيسي أن صائغ فقال أن سحوري نعمها ولكن أهو ولكن هيش كن أهو من أهل مكة هرمك حقي على حذر دكتوني أغسقناه معايا لأنك ماشي ماذا نبي فاعة ولا دي لا يحل لقانا دعوة سرية صعوطة فسد حديثنا لغو قرصنا دار إرقم دار من أرقم إن صامرنا ما أغلت الغبراء تيبور كرهيت مسيدو أما دولك محن بارين ولا أطلت الخضراء تي عقاردنا مهو سنين وعرم عنها حين دا ساق منقن قبل آذنا من رجل ننحجي أصدق من أبي در أبي در كرو شاك بضا وركان نبي كوير في واد تقو ذيه أو ودان ليرة الذي تقاسو يسل حريريا مكة مقال هذا مكة بالعالم الخارجي عالم كأنتي سيسل أحريري أي صومرا أهل مكة أيا كانت وحاهاتي تنزل تيدكسا قبيلة غفار هير بني غفار قبيلة لدها أيا دقي جرتي تقاس وأنا وضل أهل مكة أي مران وكانت وحاهاتي غفار قبيلة هير بني غفارنا تعيش تيكونول من ذلك النزر اليسيري وحير أو أي إسبارة فوق عطاني كن ولايين الذي وحير تبدله أي سينيسي لها قبيلة الغوافل سعطضي سفريدا التي سفريدا تصعى أسعانيسا بتجارة قريش قريش قنعسي قيدا ذاهبة أيضو تقيس تجارته إلى بلاد الشام قلك شام أو آئبة أيضو كسر نغانيس منها قلك حجيس أما بلاد الشام وربما وحا دعي جرتوبة نذبة عاشت إلي النولد قبيلة أيضا من قدع الطريق جد قوينما إلي كن ولايان إصبار أتيلي على هذه الخوافل سعطد أن دوشو ذن أيكاق على انجرين إذا قرت هي أيضا قبيلة غير بني غفار لم تعطيها آن الله سينين ما يرضيها وحي خال كوتا ورقالها دان الله سينين طريق إصبار لك جرت لما مري جرين جد قولي كيدا وكان وحناها سحابك لك شخين أيوه مبعيس جندب بن جناد الهيرة المكنى وحى لغنى النيسى بأبي در أيا الهيرة واحدا مدبوها ومن أبناء هذه القبيلة قبيلة ويلشة كمضة لكنه هيا شابي در كان وحوها يمتاز كي كدوا منهم قبيلة حجدوا كدونا بجؤرة القلب قلبي قيسة ديرنان تأو ديرنا أيو قدونا ورجاحة العقل عقل جيسو كامل هاي وبوحي إيو بعد النظر أركتدي سي أو فوقيت من أركتدر لبو أحا وبأنه أسقى أبي در كان وحو أها يضيغ كي عرير كوة أو كحن أشد الضيغ عرير تنقضرا بهذه الأوثان أصنامتا يعبد ين التي أصنامتا يعبدها يعبد ين قومه قبيلة سهير بني غفار من دون الله إله سكري ويستنكر في ذبوها ما وحي وجد أوهلي عليه ما قدشي سعى العرب قبيلة عربات كهرة كي ذبوها أو من فساد الدين دينتي فسهات كذا حق ذا مد إنكرابوها إيا وتفاهة المعتقد اعتقادها وحل آمن سيهين من أن قيم ساسة سين ومعنها قيم للهين أيوها وحل اعتقادتيه أسلامتي إله غيرك لعابد يويا مركا قيم بلا ملحين تفاها ويتطلع وحونا مركا كورانا يسوغي وإيغي إلى طهور نبي النبي سو بحدي جديد عصب كاسو يملأ كبوحينيا على الناس ذاتك عقولهم عقليا الكودا إيمانيا حق كبوحينيا إيا وأفئدتهم قلوب تودا نبي قاسو ويخرجهم كسارا ذاتك من الظلمات مجدغة يدين لانت يكشغيهن ونبحين يا إلى النور افتنك يا حق أصاري ثم انت فقد التناهد وحسو قارتي أبو إلى أبي در أبي در حقي وحسو قارتي وهو أثقه في باديته باديه في قصغا أخبار النبي نبغى ورركيسي نبغى الجديد يا عصبا الذي نبغى ظهر صباحي في مكة ما قال لما تقوله لك صباحي فقال مكاس وحير لأخيه ولا الكيس بوح وأبي دروح وير أنيسنها انطلقتك لا أبل لك ورابها وايد إلى مكة تأت مركا ماشا مدحي أمام بيؤتا قلت لا أبل لك
إلى مكة تتك وقف دول استاق على أخبار هذا الرجل لنكا ورالكي سنة دول روكسو أو سوء ضو الذي لنكا يزعم شاغنيا أنه أسقى نبي نبي إنويا وأنه أسقى يأتيه إنوي مادو وحي من السماء حق عرك إن وحي أغي مادو حق ربي لقالها الله شاغنيا وركيس سوء ضو واسمع دقيس شيئا وح أو من قوله وحو شاغيا كمضا وحمله إيسو قاد إلي أنيق حقيقا وحو شاغي ذهب أوتك أنيس إلى مكة تبوتك والتقى وحو لك المي بالرسول رسولك إلهي صلوات الله عليه وسلامه وسمع منه النبي حقي شون وركسو قادو كسو مغلو كسو دقيستي ثم يتفكك العادة وصالة أنيس إلى البادية بادية وكسو النغضي فتلقاه أنيس وحى لك المي أبو در أبو درب لك المي في لهفة سحي سله أيو لك المي وسأله وحن ويدي عن أخبار النبي حساس وكويس ورك النبي أيو لك المي وركي النبي نبي الجديد عصبا في شقف هلو يا محبة وقب النبي أيو لك المي سوى وريسان يا وركي سا فقال وحن يري أنيس كباه الله يا لقد رأيت وحن أرحي والله إلهي بان كبار سيئ رجلا أو يدعو إلى مكارم الأخلاق دتك أبي يريا أخلاق تيدا ونكسا أو ويقول نهيا كلاما هضل ما هو معهان هضل فأولي هينا بالشعر قضي معهان فقال أحويري له أيري وذلك أنيسها أبي در وماذا محو يقول الناس دتك محو دهيا فيه رجل كشأن جيسي أرن جيس دتك محي كالشيغيين فقال أن سحر يقولون وحي لهاين إنه محمد صاحر وصحر وكاهن وكتاب قابلون وشاعر وقبايا فقال أبو درب بوحر والله إلهي وانقر بارتي ما شفيت إيقا ما شافن أو إيقا مدهوين لي أنيقا غليلا أنكي أنيقا أن أقبي نلقى شكدي في إيقا مدهوين ولا قضيت من آدم قدن لي أنيقا حاجة بنتي أن لهاين كود رينا ما أعلن صورة مسترين فهل أنت متى يكافي متكفلا عيالي المهيقا حتى أنت أنطلق وأنطلق أنبحه أو فأنظر أن صوفيريو في أمره نبي أرنكيسا فقال أن سوحير نعمها ولكن هيا شكون أهو من أهل مكة مكدتك ذاهو على حدر سيد ديكتونيو وهذا ديكتونيك قبع وفك النبي رفع والدي لها أمشي له سلاس قبح تزود وصهي قاتى أبو در لنفسه نسدي صهي قاتي وحمل وحو قاتي معه لجركي سنة غربة سبرار أو ماء بيئي كل جرانه سبرار صو صغيرة سير طويل يرو بيئ الغقات وبدل لبوقات واتجه وحو نآذي من غده بردي سيحكتي إلى مكة ما قال هذا مكة يوم انت برئ هذا بسيئة يريد أصدر الربا لقاء النبي نبي قال لكل كيسا يول وخوف إنه دول استاغو على خبره نبي قال ورر كيسا بنفسه أسيقنا سديس أولا دول استاغو بلغوا تقى أبو در مكة مقالة مكة يوتقي وهو أسيقو متوجس دريميا خيفة عرسي من أهلها مقالة مكة دتك إذا حق إذا عرسك دريميا فقد تناهت وحان سوقرت إليه حق إيسا أخبار خضبة قريش قريش ورك هذا حناق إذا إلحن أغسيه لآلهتهم إله يدو ذا إيه وتنكيلهم قبشدو ذا قريش بكل من أي قبانا ينروح كله تحدثه أي أشرك نفسه نسديسا بإتباع محمد نو محمد إن أفاعه وركي مركة وحسو قاري قريش عرض يعريسي لآلهتو ذا ضدك وحقش هذا إنه توجيان وقبطان يقف والبو نفسي سأقول شرفي سنو محمد إنه رفاعه إنه غفطان لذا سيدا دراده كرها وحن عي أبو در أن يسأل إنه سؤال أحدا قف عن محمد نو محمد حديث إنه قف كور يستوىوان عي لأنه شأني ما كان ماهان يدري مدقرانيا أيكون إنه أهاني هذا المسؤول مدكا وحلوي ديني من شيعته نبي قدت كيسي يدتك نبي قد تاقرصان إنه كم يديهي أم من عدوه
أما النبي قدتك حلوك أوه عالك أوه إنو كمد ياهي مكرا قرانيا. ولما قرت أقبل الليل هذيك وصوق لي انضجع ووصى إحدى أبيدر في المسجد مسجد كالقليه سيبه سيحضي فمر به وحى صومر أبيدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي الله قرث على النغذين فعرف عروح وقنصدي أنه من كان أسقع غريب من قريب إنو يهو سعطاه ماشى عندك قرني فقال مركا سوحو غير علي هلم إلينا قال أنك أكتين السؤال أيها الرجل نيهو بل أنك قال يصرع نصودي فمضى أوتك معه علي لجركي وبات أوس أحلى أبيدر ليلته هذين كيس عنده علي أكتبه هردي وفي الصباح وأجي مركو بري حمل وحو صباحا بارثي علي قربته سبرار كيسيه صغاف ومسوده إيا باشي مسود كيسة وكشو بني يرهاشين كيا طعانك قندي قيوة طعانك الوشو بني وعاد أولاف إلى المسجد بغنغضي دون أن يسأل أصلون سؤال أحد قف ومنهما لبدو ذكمر علي يا أبي در ساحبه ساحب كيسة عن شيء وحرأوا سوي دين ثم غضى مركا وحر لما يساء أبو در يومهما لنتيسي أسالي آل لبا دون أن يتعرف أصغونا قرن إلى النبي نبي أنا ولي قرن فلما قرت أنصى أو قلب يستي أما أهبين قاري أخذ أوصح لي ملجعه ماشي مكان بجيف في ساها أو من المسجد كاملة أي أسكصح لي فمر وحى صومر هدنا علي علي بن أبي طالب صومر رضي الله عنه علي الله كفى علي النغذين فقال أحوير علي له أبي در أيري أما أنا ميوسا قرن للرجل إن كان أسقع أن يعرف إنه قرط منزله ناشئ صيحا لها أما أنا ميوسا قرن للرجل إن كان أسقع أن يعرف إنه قرط ميوسا قرن منزله ناشئ دجلها صيحا لها ثم انت كقرا اصطحبه وصار راعي معه علي لجركيسا فبات وبري عنده علي أكتيسا ليلته الثانية هذين كيسي اللبا ولم يسأل ما سؤال أحد قف ومنهما لبدو ذكمر علي أبي در ساحبه ساحب كيسا عن شيء وحبا اسمه يدين فلما قرتي كانت الليلة الثالثة أي أهاطي هذين كيسا الدحات قال علي وحوري لساحبه لمرتضو سدح لما لنه رأي هذا إسكاله سدح لها بينه رأينا مرتق لسالة قاربة ورنا مركا مجلل هذين كيسا الدحات وريسانا يا مرح ألا تحدثني ميادا إيو الرمين عما أقدمك وحيك كاني إلى مكة مقالدمك وحيك كاني ورنيه ميادا إيقو الرمين فقال أبو دروح يري إن أعضيتني هذه آدث يسو ميثاقا بلا أضك أن ترشدني إلى إيقوتو سينيشد إلى ما كي أطلب أن جرين أيو فعلت وانصميني خدام بلا قد أضك أن كاهره وانكوشيك يا وحن أسعدي إنا وحن أسعد هذا يقولتو سنيس فأعضاه علي وحوسيني ما وحي أراده دونه من ميثاق بلن أذك أح بلن أذك بو علي لك علي منك وحو الربين أسميني فقال أبو دروح يري لقد قصدت وحن سؤالي مكة مقالة مكة من أماكن بعيدة مقالوين فق يبوصص فق بنك سؤالي أبتقي أنيقو جرين آيا لقاء النبي الجديد نبي عصبا أنيقو الدولي أيام مال إركي مدي إيو سماع شيء إنا وحكم أغلى مما كيك مضى يقوله نبي أوليهي فانفرجت وحا فرفرنتين أصارير علي علي وجهي سبا فرحة كموغتي رضي الله عنه علي وكفرح الله كرها للنغذيه أبي دروح وصل صفري وقال وحو نير علي والله إلهي بانكو بارتين إنه أحد كأت سجرس صدنتي لرسول الله رسولك إلهي صدري ويحقا أرهن أه وإنه أسغنا وإنه محمد وإنه وقشي خي مرخا فإذا أصبحنا قرت أنوابري سني فإذا قرت أصبحنا أنوابري سنو فاتبعني إصرع علي بعدها حيثما ماشي صرت أن آذو إصرع فإن رأيت هذا ضررت شيئا واحد أخافه عليك أن تعقب صنع يهدي أنك أن أركو
فإن رأيت أنك علي أبدان أرك شيئا وح أخاف أن كاقع بصنعي عليك دشارة وخفت والإستاق يا أنك علي كأني وضع أنك وحن إسكردك يا أريق الماء بيد دادني براشد أنه بيخد عليها أن إسكردك يا مالدين عن إستاق يا فإن مضيت هديئا صعرة فاتبعني إصارع حتى أنت تدخل أنقله مدخلي مكانك أنجلي لها دار أرقم نوال قجراه دعوذي للم جهري كرو ولا قدومها يوحي النبي الشيغة إنه راعنا ولا دلا يحلق مالك كيفية لسيدة بصعوري لم يقر مصقنان لأبي در مضجع طوال ليلته ماشي أجيفي هلين كيسة إرر كذا شوقا هلو أو أقبه أي أسقناوين إلى رؤية النبي نبي أرفتديث عليه الصلاة والسلام وياه يا ولهفة جعل وآل جعل أما دقدق وأبدق دقي إلى استماع شيء مقل فيه أو مما فيه كمضى يوحال له وحي وذي به شيئا إليه النبي حقيسا أيها بنك يردنه يكرر على تواسي حوائس عليها بنك وفي الصباح وهذه مركو بريانا مضى أوتك علي بضيفه مرتدي سيب لتغي أو أها أبي در إلى بيت الرسول الكريم رسولك وناك ببنا قرقي سبو لآذي ومضى أبو دروتك وراءه علي قلاشي أيوتغي يغفوه أصغو صعنا يرهات كيسا وهو أصغو لا يلوي آنا من إحسنين على شيء دوشي آنا ساس أفيريلين قاتك علي أسكت بقع مالك لما من إحسانك حتى أنت دخلاء صغلين لبدون علي أبي در على النبي نبي صغلين عليه الصلاة والسلام فقال أبو دروح ييري السلام عليك يا رسول الله نبت قل يدش على هاها فرسولك إلهي فقال الرسول روح ييري وعليك دش على سلام الله نبت قل يدش على هاها ورحمته نحريسه يبه إيه وبركاته إلهي بركات كيسة خيرات كيسة روايات كغار نوحي في الماما يا المركز هو سوء إسلام يوه السلام عليكم أقوان أمالهين سلامتي جاهلك عند صباحا بو إسكيري مركز النبي كوير أنك هذا مسلم نهي سلامت أنا نولجي دي مركز صداك السلامي فكان أبو دروح واها أول من روحي قهر يوحي الرسول رسولك إلهي كسلام لتحية الإسلام سلامت إسلامك كسلام أيها هويا ثم انت فقد الشاعر ويفي الدين ووافافتين وعمق مالك استنى أيب حسار انت فيضع أوي قادي بعد ذلك أرنت أسكاكبان مركي ساوسو إسلامو ساو قصدي سلامتي وي عممتو ميلو بي قادي تزود وصحيقة أبو در لنفسي لسديسا وحمل وحقات معه لجركي سنة قربة سبرار صغيرة ير ما انبياء كجران واتجه وحو آذي من غده برديسي إلى مكة ما لنمدي بردي هذا بمكة وركسو آذي يريد أصدقه دوني لقاء النبي نبي لكل كيسا يولو خوفين دون استاغو على خبره نبي ورركيس بنفسه نفسدي سينو لدون استاغو سوء قادو بلغوا تقى أبو در وحو قاري مكة ما قال مكة أيو قاري وهو أصدقه متوحش دريميا خيفة عبسي من أهلها ما كدتك إذا أقع بصنايو إلا أن أولاك يبقى دقنين سلسي فقد تناها دوحة سوء قارتي إليه حديثا أخبار خطبة قريش وركي تلمامي قريش عرد إذا لآلهتهم أسنامت إذي إله يدو إذا أيوحنا أغسيهم إيا وتنكيرهم قبشدو إذا أي قريش قبانايا بكل من روح كله تحدثه أي أشرك نفسه نسديسا لإتباع محمد نو محمد إنه راع قفتي نفسي سأقورنطا إنه وركع سنوى سوقاري لذا سلا درتيت كرهون عيا بيدر أن يسأل إنه سؤال أحدا قف المحمد نو محمد حقي إنه قف ويديه لأنه شأني ما كان معهان يدري نتك الأولو قرنيا أيكون معهانيا هذا المسؤول أحد كان والأحوال ويدينيو من شيعته نبي ذاتك سميه كمديه ذاتك نبي أقرقاري أم من عدوه مصروح كمديه ذاتك نبي علك كواها سيدا زرت يضعون عائلو ضد وحوه دي محمد كورم ولما قرتي أقبل الليل هذينك وصوغلي اضجع بدروس أحد في المسجد مسجد كبوليه سام
فمر به فمر وحى صومر به أبي در علي بن أبي طالب صومر رضي الله عنه علي الله كرها لنقضي فعرفوه قرسي أنه ننكن سقى غريب من مقالدي ذاتك يقانين سنهين غريبة فقال وحوه لهلم إلينا تعال أكتين إمو أيها الرجل ليهو مكان مقام فع فمضى أوتك معه لجير كيسا وباته نبريي ليلته هذين كيسا عنده علي أكتيسا وفي الصباح صبحي حمل وحو سوقة غربته سبرار كيسي إيو مثوده قندي كيسي طعامك وكش بني إيو سبرار تبيه وكش بني وعاده الله سي أبي در إلى المسجد والنغضي دون أن يسأل أصغو نوي دين أحد غف ومنهما لبدو ذكمل علي أبي در صاحبه ساحب كيسا من شيء وحرأ سوي دين ثم انت كقرار قضى وحو لمساء مذر يوم ومالنتي في الثاني آل لبات دون أن يتعرف أصغو ننعقون سنين إلى النبي نبي حقيسا فلما قرتي أنصى أوها بين استي أخذ وصح لمنضعه ناشي وجيفني من المسجد كمضى فمر وحى صوم عليها دنا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الله كرها لنغضي فقال علي وحو يري له نكي ويري أما أنا ميانا معناها لقار للرجل إن كان حديث أن يعرف إنه قرطه منزله ماشي ودقل هاي وصيحا لها ثم انت في الانحربا قلق أولي محماشا ما ويقوضا ثم انت في كقضر اصطحبه وحوق عي معه علي لجر كيسا فبات وصيح عنده علي أكتيسا ليلته الثانية هبين كيسي اللبات ولم يسأل منوي دين أحد قف إنهما لبدوا ذكمضا صاحبه ساحب كيسا عن شيء لبدوا دي وحنا اسموي دين فلما قرتي كانت الليلة الثالثة أي هاطيها بين كيسا دحات قال علي وحميري لصاحبه ساحب كيسا ويري ألا تحدثني وارنيه ميادا إيو الرمين عما أقدمك وحي كسوق لي إلى مكة مكة وحكو كاني نيه ميادا إيو الرمين فقال أبو در وحميري إن أعطيتني هداد إسيسو ميثاقا بلا نظر أن ترشدني إن أدوغتو سينيسد إلى ما كي حقي أظلم أن جرنا يو فعلت وأن يليا هداد بلا نظر إلى قش فأعطاه وحو سيابي در علي علي بن أبي طالب ما كي أراد أورهبي أبي در أو من ميثاق بلا نظر إنو أرنكو أسعد كتو سيني فقال أبو در وحميري لقد قصدت وحن سؤالي مكة مقالة مكة من أماكن بعيدة بوصص فوق بانك سؤال يرون فوق أبتدي أن يقول جرينا يا لقاء النبي الجديد نبي عصبان لكل كيسا يا وسماع شيء مغلدي ومما كيك مضى يقوله نبي أوليهي أيان أصابحي فانفرجت وحا فرفرمي أصارير علي علي أبن أبي طالب وجهي سيوا فرفرمي قبك مركو حناغان وجهي سوى تطبعي مرحب مركي كم وقتنا وجهي سا بشاش نمالك قرانيسا تعرف في وجوهه موا أهل الجنة إله كوسي في وجهه ذاك قرانيسا برواقة يعني معلك موقف وجهه علي وفرح الله فرفرمي رضي الله عنه علي الله كرهان النقضي من كان أرنك ودوني وقال وحنيري والله إلهي بانكور دارسي إنه رجل كأسور هذه سي لرسول الله رسولك إلهي ويصادري رسولك أصو حقا هم وإنه أسقع وإنه وإنه مركاسو سيء ماني نبقية الماميه سيكو الشيغي فإذا أصبحنا هديئا وأبريسنا فاطبعني إصاغع حيثما ملسرت عن آذه إلى السؤال فإن رأيت هدان أركانك عليا شيئا وح أخاف أن كأغعب صنعي عليك دشارا وقفت وان إشتاغيا كأني وابا أني ووحان إشتاغيا أريق الماء بيد دادينيا وباش عمد أغوتان لن عن توي إشتاغا دادين فإن مضيت هديئا أنتقو فاتبعني إصارع حتى أنتي تدخل أنقل مدخلي ماشي أنجلي أن أسعد النبي جوجا ويا لم يخر مصنان لأبي در ملجع جفء مصنان طوال ليلته هبينك سئل الكذا هبينك وقرع راضي شوقا هلو أوقبا إلى رؤية النبي نبيك أركتني هلو أوقبا يا ولهفة جعل إلى استماع شيء شيح لما قل حقي سيلا جعلاظ أما اللوه لوبه أما اللوه دك دقو مما شيء تمضى
يوحى له وحي به وحيك إليه نبيك حقيسا. وفي الصباح وأبي هدوبر يمضى أوتك علي بضيفه مرتديس أبي درها إلى بيت الرسول الكريم رسولك ولاك بدنا أقل في سيو لآذي. ومضى أبو درنوا صعضي وراءه علي بن أبي طالب قلاشي أيو صعضي ينفو أصغو صعنا يرات كيسا وهو أصغو أبي در لا يلوي آنا من إحسنين على شيء وحانا سأفيرين حتى انت دخل أي قلين علي أبي در على النبي أصغو قلين نبي قام. فقال أبو در وحيري السلام عليك يا رسول الله نبدل يدش على هاها ترسولك إله يوم. فقال الرسول وحيري وعليك سلام الله دش على نحريس يعني نبدل يبادقنا الله يهلو يو رحمته إلهي نحريس تيسام يو بركاته إلهي خيرات تيسي بركات تيس. فكان أبو دروح ويري فكان أبو دروح وها أول من روحي أبوه الرئي حي الرسول رسولك إلهي كو سلاما بتحية الإسلام سلامة إسلامك كو سلاما. ثم انت فقر شاعر ويفاقتي وعمد وحي نقادي او اي مالك استكبو حيسي بعد ذلك ارنتا كقرام مالك استأي قادي سلامتي. اقبل الرسول رسولك وحو سؤالي صلوات الله عليه نحريست من نبي قدوشي سأل الله يلوحو سوقا بلي على ابي در سحابك ابي در ليلة يدعوه اصغو اقوييري نبي ابي در الى الاسلام دينة اسلامك حقي اقوييري ويقرأ اصغو اخرين يا نبي عليه ابي در دوشي سأل قرآن قرآن كو أخرين أيام. فما لبث من قال أن أعلن إنه موجي كلمة الحق كلمة توحيد كاهات ودخل أوقلا بيدر في الدين الجديد دينة عصبة نبي الله صدري قبل أن يبرح انتو صنكك عن مكانه بوسكيسي. فكان وحواها رابع ثلاثة سدح كي أفريا وأسلموا إسلامين سدح رو إسلام تكي أفر كوأها أيوة هني كان سابقين توكم إلى هذه در أما وخامس أربعة أفر كيشانية أيوها. ولنترك الكلام هذا كان وقتنا أدين لأبي در لأخي سون وقشك علينا كركين نوقق صدون وغورمو بنفسه أسجن السديسة بقية خبره وركي سوحي كهري سون وغورمو. قال أبو دروح ميري أقمت وانجوغي بعد ذلك أبان إسلامي كقضل مع رسول الله رسولك إلهي لجركيسا في مكة مقال هذا مكا ينجوغي. فعلمني الإسلام وحو نبقى إبردينتي إسلامك وأقراني وحو نبقى شيئا وح ومن القرآن كمضى. ثم انت كقضل قال لي وحو ويري لا تخبرها أشيق بإسلامك سلامتك سواء إسلامت أحدا قف أو في مكة كسوغا قفنها أخبرنها أشيق. فإني أنا محمدا أخاف أن عبسنايا عليك دشارا كو عبسنايا أن يقتلوك ولدا مكدقا إني كدلان بانك على عبسن. فقلت وحاني والذي نفسي بيده وحان كدارا بها نستدي ذي قعنتي سي كجرته لا أبرح كتك مايو مكة مقالا مكة كتك مايو حتى أنت آتي أنت قال المسجد مسجدك كعبد إلا أن كتغو أو أصرخ أن كطواغو بدعوة الحق دعوة كنت بين ظهران قريش قريش تحذيدا انتان استاغ إلا أن كطواغو. فسكت الرسول رسولك إلهي هو آموسي. فجئت وحاني مذبو يري أبيدا المسجد مسجد كأياني مذي وقريش قبيلة قريشنا جلوس أي فردثو مسجد كقريهيسا أيغو يتحدثون الشاكي صنايا. فتوسطتهم تحدودا حوشري وناديت وان رواغي بأعلى صوتي عدكي قمتك أغوص الرئيب لما نقول رواغي يا معشر قريش قريش كلا كيدي إني أنيغ أبي درع أشهد وحن غريا أن لا إله إن سنجر معبود حق نقوح عبدو إلا الله معبودك حق أهمي وأن محمدنا ومحمدنا رسول الله رسولك إلى صدر إنه يهي أينغريا. فما كادت مصر كلماتي إريا غيدا تلامس إلي تابانيسو آذان القوم قومك دقهود إلي جاريسو حتى انتي دعيرو أي قريش أرققهن جميعا دبانتو دا
وهبوا أي سوبودين من مجالسهم ماشي أي فديين كسوبودين وقالوا أي دهان عليكم قبطا بهذا الصابي مثل كان دين تكبح أيو دين تعصب لي مني هل قبطا وقاموا ويستاقين إلي حقي أسوك عن قريش وجعلوا وحي بلادين يضربونني إلي قراعيا لأموت السيان أدنته أي إقراعيا صحن بأييد لي فأدركني وحي سوقاري العباس بن عبد المطلب ونبي قادر كيها عم النبي أها نبي قادر كيها بأي سوقاري وأكب وقلت لكي علي أنه قد يرسكروا إلى فجي مرهن أنه إقفصدي ليحميني سوء إلاليه منهم قريش حقيدا ثم انت فقد الأقبل عليهم بسوذو قابل وقال وحو نيري واروي لكم هوجي نية أتقتلون موحى دليسا خجلا من أو من غفار قبيلة هير بني غفار كمدا مية دليسا وممر أصدق صامرت قوافلكم سفر كين عليهم قبيلة دوسر صوكر مرتا من نكاسا دليسين وخير كاكرش فأخلعوا ويغسقا عني حقيقا مركو كويري قبيل بيسكوتي حقليل قليل نكا هير بني قبيل بو غفار بو كرشي وسفر كين جيت كاللو قلي دورانيكا كاللعضا أيجينا مركا فأغلعوا وإغتقا عني حقيقة وإسيدة ينويا أصدقى مركا دلك أي دلي ولم يرضب والمي أبي دق ولما قرتي أفقت أن صامر سدي جئت وان إمدى إلى رسول الله رسولك إلهي بانو إمدى صلى الله عليه وسلم نحريسي أن بدقلي النبي قدوشي سأل الله إلالي ميركا مركو إيسوغدا النبي قو إمدى فلما قرتي رأى وارخي النبي ما بي وحا إغسوغا أو دلأ قال نبي وحيري ألم أنهك ميانا كارهيب عن إعلان إسلامك إسلامك هذا إنا موجس ميانا هركا كارهيب فقلت وحيري يا رسول الله رسولك إله يوم كان ضحى إيهاتي حاجة ضم في نفسي نسدي لكسغا فقضيتها ضمتي بانكتي إنسان ليدي ليلة دينتي درتي ليدي له وأضن عني نفسي لكسغ نادوة فقال مركاس نبي وحيري الحق بقومك أرض قبيلة هذا إيطالك هلال وخبرهم أغورا بما وثي رأيت هذا ركثي يوما سمعت واحد صوم غشو دينة إلهي كمضة وادعوهم تلكا أغير إلى الله إلى حجي أغير لعل الله وحال لدي هذا دروا ينفعهم تلكا إنا أنفعض بك أذيك هذا أنفعض وهو يؤجرك إلهينا أجر وكاسي فيهم أيضا أرهن كودا هذا يسوك على كسو إسلاما فإذا بلغك هديه كسو قال أني أنيق محمد طهرت إن صوم وغضن صباحي فتعال إلي إيك هالي وأنيق حقيق إيمو قال أبو دروح ميري فانضرقت وأنتقي حتى أتيت إلا أنتقي منازل قومي قبيلني هيبني غفار ماشي دقنايين فلقيني وحا إلى سوك المي أخي أنيس ولكي أنيس المركي ورسوة دري يا إلى كل ما فقال وحميري ما صنعت محاط بيس أبي درو قلت وحن إلي صنعت وحن سمي أني أنيق أسلمت وان إسلامي وصدقت وحن أفهمي حقي نبي محمد الله رسول دري فما لبس مبنقان أنيس كي لبشي أن شرح الله إن إلهي أواسعي صدره لابتيسا إسلام كي أواسعي وقال وحني أنيس ما لي محائي قوعا رغبة نعس إنا نوع عن دينك دين تادا ورغبة هذي عن كدن بيسو وحال إلى النعمة يدين ما لقوله إيما سقنان المركة رغبة النعس عن دينك لنعو مهي سقناتي فإني أني قد أسلمت وان إسلامي وصدقت وان أرهمي حق أيضا صدوك له سأذيك أرهمي سنة أرهمي يويا ثم إنت أسكد الأتينا وحانو سقني وأبي دري أنيس ويان أمنا هو يضين هدعونا وحن وغيرنا ها هويو إلى الإسلامي دينة إسلام كان وغيرني فقال وحي تري ما لي محانقنا إيغسغا ثقبة النعيس لنا عن دينكما دينتينا وأسلمت هويو إسلامتي أيضا صدوك له أبي درئي أنيس ويوضن ويسو إسلام ومنذ ذلك اليوم ما لنتا لغسو بالله انطلقت الأسرة وحاتكتي قوسكي المؤمنة حقهم تدعو إلى الله أيضو إله ذاتك أقول يا ريسا في غفار هيربني غفار نحن هذا أيضو إلهي أمك أقول يا ريسا لا تكلوا أيضو إسان كالدالين عن ذلك أرنك ولا تملوا أنك عاجسين منه أهل انت أسحق هذا
حتى انتي اسلم وكسو اسلام من غفار قبيلة هير بني غفار خلق ام كثير فربنا ضد فربنا الهي كسو اسلامي وهو اقيم لأوغي الصلاة صلاة واجب كيهات فيهم هير بني غفار نحدود وقال اوحي لفريق غير ومنهم ايجا كمضا نبقى وحن هيسنينا على ديننا دينتينا حتى انتي اذا قدم الرسول رسولك الهي وكقر المدينة مقال المدينة الى النبي وكقر انك قال لمدينة كسقنانينا مركو مدينة قالنا اسلمنا ونسلامينا فلما قرتي قدم الرسول رسولك الهي وقر المدينة اسلم واسلام فريقي فقال عليه الصلاة والسلام حويري غفار قبيلة هير بني غفار غفر الله لها دنوك اذا الله اضافة وأسلم بالإلهي النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامين دم بقوضة الله أضافه وأسلم فير بني أسلمنا سالمها الله الله النبجلي أيضا إسلام كبير قاتين قبيلة الآن وأبي دربا سبب النقضي بالإلهي قبيلة دي سنواه كيين فير بني أسلمنا سبب النقض مركا الله وضع النبي وأدعي غفارنا دم بقوضة الله أضافه قبيلة فير بني أسلمنا الله النبجلي يبوي لنبو عليه الصلاة والسلام أقبل الرسول رسول إله وحو سؤالي صلوات الله عليه نحريسة يا بن نبي دشي سأل الله يالي على أبي در أبي درب سؤالي يدعوها سلو أبي درب يالي يا نبي إلى الإسلام دينة إسلامك ويقرأ وحو نكود الأخري عليها أبي در دشي سأل القرآن قرآن كي لو وحي وكود الأخري فما لبس مبنك لن أبي در أن أعلن إنه موجي كلمة الحق كلمة التوحيد كاهد ودخل وصقل في دين الله إلهي دين تيسا دين تي الجديد يا عسبات قبل أن يبرح انتو صنككع مكانه بوس كيسا فكان وحو هذه در رابع ثلاثة سدح كي أفريا أو أسلموا إسلامتي أو خامسة أربعة أما أفر كي شنيا أيوها أو رقي سابقين تأسلامك أهر مروك منه ولنترك الكلام وركانوا دينه لأبي در أبي در سحابك الليلة ليخص صون وقص وضو علينا ضشينا بنفسي أسجن السديس النوغة والرمو بقية خبره وركي سويحي كهري قال مركاس وحويري أقمت وان جوي بعد ذلك حضان إسلامي كقضل مع رسول الله رسولك إلهي بان لجوغ في مكة مقال مكبليه هذا فعلمني وحوي بري نبيغ الإسلام دينت إسلام كبوي بري وأغرأني وحوي وأخي شيئا وح ومن القرآن قرآن كمضى ثم قال لي وحو نبيغ إيري لا تخبره شيء بإسلامك إسلامي ما كانت صو إسلامتي أحدا قف وفي مكة تكسغل فإني أني نبي محمد أخاف وأن عرصنا يا عليك دشارة أن يقتلوك إني كدلان قريشا كاك عرصنا فقلت وحاني والذي نفسي بيده وعن كدارا إبهن السد إلى أي قعنتي في كسغل تهي لا أبرح كتري ما يا مكة مقال هذا مكة كما بحيو حتى إنت آتي أن كتغو المسجد بيت الحرام كإلان كثق مسجدك وهو أسرخ أن كل واغ بدعوة الحق دعوة ضبطة بين ظهران قريش قريش تحدود أن كل واغ إن المكاكة هين فسكت الرسول رسولك يبس ودر وآمسي فجئت وحان تغي المسجد مسجدك وقريش قريشنا جلوس أي فرد مسجدك قريهيسا أيضا يتحدثون قريش كيصنية فتوسطهم نحبرتا كان كروك سري وناديت وان نواغي لأعلى صوتي قدكيك كان أقص الرين بلا أي أوحا كويري يا معشر قريش والقبيلة قريشي إني أنيق أبي درع أشهد وحا قريا ألا إله إن سنجر معبود حق لقوع عبد إلا الله معبود كحق أهله وأن محمد نبي محمدنا رسول الله رسولك إلهي صادر إن يهيبا قريا فما كادت نصيق كلماتي ورلكي تلامس إني جاريش أهدان القوم قال ذي قريش دقهود إني تابانيس حتى إنتي دعروا أي أرققحان قريش جميعا سيوديهن وهبوا إن سوبودان من مجالسهم ماشي أي فدينا كسوبودان وقالوا أيضا لهيا عليكم قبطا بهذا الصادي مثل كان بنت عصب لي مذا كبحي دين تيسي هلا قبطا وقاموا ويك عن قريش إلي أنيق أبي درب يسوك عن وجعلوا وحي بلابن يضربونني إني قراعيا لأموت سئان أدنته قراع لقد أنت إيقو قراعيا فأدركني وحي سوكاري
العباس بن عبد المطلب او اها عم النبي نبي اديركي اهابا ايسو غاري واكبا مركاسو ايغو دغاي علي انيغا وصاح اي قبسدي ليحميني سي وغا الى اليمين وما ايغا حغودا ايغا دورو اسيغي با اسكو خي دوباي ثم انت اسكا غبال اقبلا وكو جيس عليهم قريش دو شيدان وقال وحونا كيري ويلكم هوجيني اتقتلون ما واحد ليسان رجلا من او من غفار قبيلة هل بني غفار كبش وما مر أسوى إصامرت قواتلكم سفركين عليهم قبيلة دوشة جد أطي إصامرت ورنك أدلي سنر هل بني غفار فأخلعوا مركا وإغتك عني ويسيدا أنك حقيقة ولما غورتي نركي أكتك مركا سيو قراعي ولما غورتي أفقت أن مرسدي جئت واني مذا إلى رسول الله رسولك إلهي بنوم مذا صلى الله عليه وسلم فلما غورتي رأى هو أرسي نبيك ما بي وحا يقصوا قال نبي وحميري ألم أنهك ميانا أبي در كارهب عن إعلان إسلامك إسلامك هذا إن أضموجسه لجهرته ميانا كارهب فقلت وحاني يا رسول الله رسولك إلهي كانت وحا إيهاتي حاجة ضم وفي نفسي ذكسوا فقضيتها دمتي أمبان قتيو وحان ربيدينت إلهي أنصر لجهر دمتا سائقصوا النت فقال نبي وحور الحق هلال بقومك تلكام وخبرهم أغورا بما رأيت وحد أركتي وما سمعت وحد مقشر حقه وادعوهم أغير إلى الله إلى حد يومك أغير لعل الله وحد مدنتي ينفعهم بك إن أبيك آد أنفع ذوق إلى ظهري ويؤجرك بيهم قده ذن إله أجر بضن وقاسي فإذا بلغك أدوك سو قالوا أني أليك محمد طهرت إنا صباح واندبت إميت ودعوذي لجهري فتعال إلي أني حقيقة إيك علي قال أبو دروح ميري فانضلقت وانتقي حتى أنت أتيت وانتقي منازل قومي تلقي ماشي دقنائي واذيري فلقيني وحا إلى كل مي أخي ولالكي أنيسها فقال أحوري ما صنعت ولبي درو محاصة ميسي قلت وحا كويري صنعت وحا سمي أني أني أسلمت وان إسلامي وصدقت وانرهم يوحى نبي محمد لي من عليه الصلاة والسلام فما لبس من قال أنيسنا نك ليلا أن شرح الله إن إله واسعي صدره حبث كيس إسلام كي إله واسعي وقال أوي رمالي محاي غوعا رغبة نعس عن دينك دين تاذا إنا نعو فإني أنيقنا قد أسلمت وان إسلامي وصدقت وانرهم أيضا صدوك لي صادق حق أرميسان أن أرميي ثم أتينا وحن أتغني أني يعنيس كي رب شيء أمنا هويضي فدعوناها هوي وحن أغيرني إلى الإسلام دينة إسلامك فقال دوحيتنا هوي ما لي محا أني عن فقبة النعيس عن دينكما دينة أرقالتين حقي لأنع وأسلمت هوي وإسلامتين أيضا صدوك لي ومنذ ذلك اليوم ما لنت ألقى صعب الله انطلقت ويتكتي الأسرة غلسكي المؤمنة حق الرميسي تدعو إلى الله أيضو إلى حقي أمك أبي ريسا في غفار قبيلة هيبني غفار قده هذا أيضو دعوة كقدني لا تكلوا أيضو كدالين عن ذلك أرنك أوه دعوة يدينك إذا دفك أبي ريسا كما الدالية ولا تملوا كمنك عاجسيا منه دعوة حقي ذن عاجس كما دعي وتكلوا جسمي ذن ولو أليس ذلك كل عام تملوا من حق مسكح لقفك إنه كان وقال لو أليس ذا حتى انت اسلم اي كسر اسلامين من غفار قليلة هي بني غفار خلق كثير فربضا واقيمت لأوغي الصلاة صلاة واجب كيهد فيهم قليلة قليه هذا وقال اوحو لفريق غير ومنهم هي بني غفار كمضا نبغى وحن هيسنينا على ديننا دينتنا وكسغنانينا حتى اذا قدم الرسول الى نبغى وصغر المدينة مقال المدينة مركزا اسلمنا اسلامينا فلما قدم الرسول مركوي من رسولك إلهي المدينة أصلموا وإسلامي غير بني غفار فقال وحر عليه الصلاة والسلام رسولك إلهي غفار قبيلة غير بني غفار غفر الله الله أضافه الله عيد حق يد وحي قفقلا الله أضافه وأسلم غير بني أسلمنا سالمها الله الله بدبادي ونبد قليو أقام ونقى أبو در أديته لأباديه سي واريه وكنا الله أيو جوغي حتى انتي مضت أي تكسي بدر دقالك بدر كمسو غير جرين ووحد إيا دقالك ووحد والخندق إيا خسوة الأحزاب كمسو غير جرين سدح لها دولان بعضا
ثم انت اسكقل القدم على المدينة وحصوك لمقالة المدينة ويان وانقطع وحونا اقعي الى رسول الله رسولك الهي حقيس اقعي صلى الله عليه وسلم نحريسي ان بدقلي النبي قدوشي سأل الله يالي واستأذنه وحونا اذا ويديسي في ان يقوم انو اقع على خدمته النبي انو اؤذيه أي نبي إذا كوي ديسا كوشا غير فهذين أوفى صحي له أسلا إنه أخذ ما ينبغ وأقر علي ونعم وكن معيستي بصحبته نبغ إنه صاحب لنغضى وسعد هنا كل إيماني بخدمته نبغ إلهي إنه أشق أخذ ما يق وظل وهو هذا رسول الله رسولك إلهي صلوات الله عليه وهو نغضى رسولك إلهينا يؤثره كيف ضلايا ويكرمه كي درجين يا أبي در فما لقيه لما كل ما أبي در مرة مر نبيك لما كل ما إلا هدو لكل ما نبيك أبي در صافحه سلامي وهشون كفرح في وجه وجهيسا وبشع فرحب أيون أم جني وفرحبك قابلا يا نبيك أبي در ولما دورتي لحق الرسول الكريم أوها لالي رسولك وناك بضنا بالرفيق الأعلى ساحب كي سيسري يعني قيلوا مركي قبطو إلى الله كل ما الله ولا لم يطق أود موسى أهل أبو در صبرا ضلقات يعني موسى أود أبو در إنه ضلقات على الإقامة إنه جوه في المدينة مدينة دي المنورة إهد. مدينة المنورة إنه كنا قالوا يعني أود موسى أهل أخذ ضلقات سي جوه بعد أن قلت مركي المدينة كمر ناطي من سيدها هجاميه دي نبي قال عليه الصلاة والسلام مركي كمر ناطي وأخفرت ولقواي من هدي مجالسه ماله النبي قوفر دي وهدي جيسي كب حناي ماله لقواي نبي فرح على مركه وقور أبي در إلى بادية الشام قلك شام باديه سوقوري وأقام واجب فيها شام قليه هذا مدة خلافة الصديق حلقي ملحتين هذا هو هي أبو بكر الصديق يا والفاروق حلقي عمر بن الخطاب وهي رضي الله عنهما لبدو ذا الله كره لنقضي أبو بكر يا عمر يا وعنه أبي درنا الله كره لنقضي باديو اسكجوه انت خليفة مامولك يا هيين أبو بكر يا عمر وفي خلافة عثمان مركي لقال حلقي مامولك أوقفت عثمان من عفان نزل في دمشق بودقي فرأى وحو أرك من إقبال المسلمين مسلمين تصيري أسو آلين على الدنيا الديالة سي أسو آلين يو انقماسهم دحقلستو ذي الديالة بحقلين في الطرف أيضو الديالة راحلي ذي النمعالي ذا كشغلا أيو أركويا ما أدهله وحاياب كر ذي الديالة سيدتي ومشغول سيهين ودفعه مركاسو وهو كرر إلى استنكار إنو ديدي وحي كوحن بارتي دفعي إلى استنكار ديد ما ذلك أرنك أو ديدو فاستدعاه وحا أويري مركا أصلي أبي در عثمان با أويري بن عفان إلى المدينة موغيري فقدم إليها مدينة حق الوصوق لي لكن وراشق هيا شيء ما لبث من نغان أنباغ إنو عرير نغضويا برغبة الناس ذكى ربيتان كودا أي في الدنيا خبان يا عريري أساقه النغط وباغ الناس ذكى عريري أي نغضا بشدته أدأذي جيسا عليهم ذكى أقوعد أتكان أيويا إيا وتنديره وحكى الشيغيستيسا بهم ذكى وحكى الشيغيو الديان يكون لغا وحكى الشيغيو أي أرنت أساقه أيانا ذكى أقوعد أتكافي فأمره أبو دروح أمري عثمان بن عفان وأمير المؤمنين بالانتقال إنه أجوره إلى الربدة ماشى الربدة إلى إنه تقع وهي رددنا قرية تولو يسقير طير ومن قرى المدينة مجالة المدينة تولو ينكذي كاميرا فرح رؤور رغطي إليها مجالة حق هذا وأقام وجوه فيها قذي هذا بعيدا عن الناس ما يلدك كفر وباديه أسوق كسوغا ساهدا أسوق ديالي كساهلي بما وحي في أيديهم مسلمين تجمعوا وذكروا من عرض الدنيا الدنيا ببر كذا
مستمسكا أصغو كدقا بما وحيه كان أوها عليه الرسول رسولك إلهي وحيه وكسغنا إيه وصاحباه نبي الذي سي صاحب وأبو بكر يا عمر من إيثار إنه كدرت الباقية في باقي هذا آخر أهد على الفانية تير لما ليس الدنيا أهد وقدرت الدين إلهي قبصدي في باقي النغونيس آخر أهد من الدمانيس دخل وحصوغل عليه دشيسا رجل ننبع أصوغل أبي دع ذات مرة مرمرك كاميرا أجعل لك وحب الأمر كورك أصوغل يقلب الطرف إش إلو كوكت جديو في بيتي قريسا مرمرين أو كثيري فلم يجد لك مسنهر فيه قريسا قريسا مطاعا وح على قريسا أميا فقال أصوغل مركا لك يا أبا در أبي دروا أين مطاعكم أو ألابتيني فقال أبي دروحوا إلى لنا أنك بيت قريبا نوصقنا هناك ماشاس يعني روحوا أوضا الآخرة آخرة أيام قري كل النهي نرسلوا ونقدرنا إليه قريبا حقيثا صالح مطاعنا ألابتين كوة ونعيشا قريبا آخرة ونقدرنا ففهم الرجل ننك ووفا من مراده دنتيسا وقال أوحو نير له أبي درويري ولكن هيا شيء لابد لك وحالك من مارمان كوه أبي درو من مطاع على الحق ما دمت انت جوتي في هذه الدار يعني الدنيا دارتنا يدها الدنيا انت جوتي وحالك مارمان انت على بحيثت فأجابه جوابي أبي در ولكن هيا شيء صاحب المنزل بويل منك قولك عن إشكاله إله مكوضا لا يتركنا أن نقتل مايو فيه الدنيا نقوله هذا يقولك عن هذا أنجوغنو إلهي نوغتك ما يوانا قادنا يعني. وبعث أوحو أصو دري مركا إليه أبي در حقيسا أمير الشام شام أمير كي كثلنا ب300 دينار سدح بقل أو دينار أي أصو دري وحقا ذهب لو بدلو كن سدح بقل كنتم غرام أو ذهب يقولك أنت مقدارك بقالها أنت أصليك يا أمير الشام أصو دري. وقال أوحو ليلى أمير الشام له أبي در أيري استعن بها مالك أخوك الميسو على قضاء حاجتك باهل هذا يدنت هذا إن تهجدته فردها حوله وسوع إليه إليه أميرك حديثا وقال أوحو نيري أما وجد ميوسنهر الأمير الشامي أميرك شام مامولي ميوسنهر عبدا أضون لله إله أسر ناضي أضون كاسو أهون ليتا عليه دشيس مني أنيق إقل ليتا مثل غير ميوكتي سكواهي وهم عرفان فراها بضل يوصى برية فغير فأكتش كل الموصي. وفي السنة الثانية إيه والثلاثين فنادي صدن إيه الله بعد للهجرة هجرة نبيغة استأثرت وحالك عر نقطي أبي در يد المنوني يريدك عن تيدي يا لك عر نقطي بالعابد عابدك أبي درها الزاهد أدويلك الزاهدي الذي زاهدك قال أمير فيه أرنك سقريه سا الرسول أحد كي بصدري عليه نبي دشي سا الصلاة والسلام نحريسي أن بتقليه نبي دشي سا الله يالي ما أغلت الغبراء من مقعد ولا أطلت الخضراء عرن مهرين من رجل من أصدق من أبي در أبي در كالرشاك بضع الله أكبر. أقام أبونا قادي أبو در في باديته حتى أنت مضت أي تكتي بدر دقالك بدر وأحد دقالك أحد والخندق ثم أنت فقدر قدم وحوقل على المدينة أي صوقلي وانقطع وحونا أقعي إلى رسول الله رسولك إلى حقي صلى الله عليه وسلم واستأذنه إذا بنويدي استفي أن يقوم إنه أقع أبي در على خدمته نبي إنه أشغيه فأذن أوفس حيله أسقى نبي إلهي ونعم وكل معيستي بصحبته نبي ساحبتين كيسا وصعد ون كل باني بخدمته نبي إنه أشغيه وظل وحوى هذه رسول الله رسولك إلهي صلوات الله عليه يؤثره كيف ضلايا ويكرمه درجين يا أبي در أيها نبي فما لقيه نبي لم أكن من أبي در مرة مر إلا هدو لكل ما صافحه نبي سلام يا أبي در وهشع
وحونا كفر حي في وجه وجه جيسا أبي درل كل كيسا يسلان تيسا وبشع فرحبنا أم جيري نبيغا أبي در بشاشنه كقابلين فما يشتوى هذا مهان قولي فران لما صوغة له وجه فران على صوغة هذا لك عما كذوتا عدكو إماهي ملا دريقة لغا مرأي لكن بشاشنه ماذا در تيدا يادتكو كوكوس والليحاني ولما قرتي لحق الرسول الكريم اوها لالي رسولك ولا قبضنا للرفيق الأعلى ساحل في سيسر هي او الله مركو لكم مو آخر آذنو وقير يودي لم يطق وأولي ويا أبو در صبرا دلقات على الإقامة الجودس في المدينة اللي قلنا المنورة أيو أولي واي بعد أن خلط مركي كمرناطي كقلال من سيدها هقاميه هذي او أها النبي عليه الصلاة والسلام وأخفرت أولا قواي من هدي مجالسه بوصسكي نبي أوفر ديو هديكي سدسك أوي هيري نبي محمد نركي لقواي صبر إلى الضلقات وكجو قواي يلوي فرح على أوقوري إلى بادية الشام ملك الشام بأوقوري وأقام فيها شام قده لكل قادي مدة خلافة السديغ مدة دي اللي قبل الله خلافة عموما تحت النمضة وهي وبكر السديغ يوال فاروغا عمر بن خطار كله ما تحت النمضة وهي رضي الله الله كرها لنغضي عنهما أبو بكر يا عمر وعنه أبي درنا الله كرها لنغضي وفي خلافة عثمان خلافة يا ملحت النمضي عثمان بن عفان مركي لقارن نزل وحود في دمشق فرأى وحو أركي من إقبال المسلمين مسلمين تصدي أقابلين على الدنيا الدنيا سيوقف سذين إيهو انقماثهم بحجرستو دا مسلمين تا الدنيا دا بحقلين في الطرف الدنيا دا الراحة دا قده دا أيهو مسلمين تي كسي جيستويا ما أدهله وحاياب كرذي أرنت مسلمين تي كسي غيهين أيهاب كرذي ودفعه وحينا كحن بارتي أرنت إلى استنكار إلى استنكار ذلك أرنكا إنو ديري ومسلمين تأدوية دي مقدقو فاستدعاه وحاوية ري أبي در عثمان بن عفان إلى المدينة مقالة مدينة ويري فقام فقدموا إليها وأصوق علي مركع فقدموا أصوق لا أبي در إليها إلى المدينة مقالة مدينة حق يدا لكنه هيا شيء أبي در ما لبث من قال أنضاق إنو عرير نوضي برغبة الناس ذكر بيتان كوذا في الدنيا أدوية أي خبان وقدقا ياسو سكتعف الليه ذلك مرك عريري باق قال إن كان أدوية أقدقي وباق الناس ذلك يوحى عريري النغضي ما لبث من قال أن باق إنو عريري النغضي برغبة الناس ذلك الربيتان كوذا في الدنيا أدوية خبان أساقين أقدقي وباق الناس ذلك لا عريري النغضي بشدته أليكي سابي در عليهم دشوض أو قوة كان يويا إيه وتنديده وحكى الشيغيستيسا بهم ذلك وحكى الشيغي الدنيا لا يخاعي أنا سوق أقدقي فأمره وحو أمري أبي در عثمان با وحو فري بالانتقال إنو أررت أقوله إلى الربد ماشا ليلة وهي رددنا قرية تولوية صغيرة يار أو من قرى المدينة مقالة مدينة مقالوين كذا مثلوين كذي كمضة فرحل أررت إليها قرية حق إذا وأقام فيها قريه لو كنا قالي بعيدا أصغوا كفر عن الناس ضدك أصغوا كبحبحي زاهدا أصغوا كزاهداء ديلا بما وحي كزاهدا في أيديهم لك قعمه لكسو غنو من عرض الدنيا الديلا بربر كذا أيو كبحبحي مستمسكا أصغوا هيصا بما وحي كان أوها عليه الرسول نبي قدوشي سوكسو غنا حلقي وحي سماوها هي دينتي حقها أصغوا كدقا يا وصاحبه ليس صاحب حقه يكون لغنى صغو كسغا وابو بكر يا عمر من إيثار الباقية من إيثار صغو كدورتي الباقية مدى هريس آخرة على الفانية تنرماني سياد دنيا آخرة كدورتي دخل وقال عليه دشي سوحا أسوغلي رجل ننبا أسوغلي ذات مرة مرمرك كمضا فجعل لنك وحو باللابي يقلب الطرفة إشي إنو لفع راعيو في بيتي قريقي سأكوكت قدلي فلم يجد موسى لننكي فيه قريقا قريقي سا مطاعا وح عرابة قريقي كمهل واحد له فقال وحوري أبا در أبي درو أين مطاعكم آوي ألاتيني فقال وحوري أبي در لنا وحن لأنه نصر نادي بيت قري هناك ما شخصنا كل أنهي يعني الآخرة ما لنت آخرة دنبيس أوضا نرسل وانقدرنا إليه قرقة حديثة صالح مطاعنا على سينكوية دول وناكسن قرقة سنقدر صنع ففهم الرجل
ninkii wuu gartay muraadahu dantiisa abi dar buu fahmay waqaala wuxuu la yidhi ninkii lahu abi dar uu yidhi walaakin hayaashee laabudda waxaa lagama maarmaan ah laka adiga kuu lagama maarmaan ah inay kuu sugnaato min masaacin araab maa dumta intaad joogtid fii haadihi daari daartan gudaheeda inaad joogtid yacni wuxuu u wadaa adduunyaa noloshan dunida fa ajaaba wuu ajiibay abi dar walaakin ha yeeshee saaxib almanzili gurigan dunida aan ku leeyahay ninka iska leh laa yatrukuna nooga tegi maayo fiihi guriga gudihiisa oo allah subxaanahu wa tacaala waina lana lalaakhirata waaluulaa labadaba anaa iskale buu yihi ilaahay midda horeysa adduunyadan anaa iskale tan dambaysa aakhirana anaa iskale falilaahi alaakhiratu waaluulaa qur-aanku